استاذ مروه اسماعيل، علمنا بالامس ان حضرتك تقدمت لترشيح على عضويه نقابه المحامين، فكنا عايزين نعرف النهج بتاع حضرتك في المرحله القادمه والبرنامج الانتخابي ايه اللي هتقدمه للمحامين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدمت بورقه ترشيح لانتخابات النقابه العامه للمستوى العام، وبسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهداية. بداية، نقابة المحامين نقابة مهمة جدا في مصر على المستوى المهني وعلى المستوى السياسي العام، وهي خرجت أجيال ورموز كان لها دور كبير جدا مؤثر في حكم مصر وفي العمل العام والعمل السياسي وفي مقاومة الاستبداد وفي النضال من أجل الحرية والعدالة. واعتقد ان على الاسلاميين ان يقوموا دور كبير جدا فيها. وبفضل تبارك وتعالى انا نسقت مع اخواننا في لجنه الشريعه العزيزين بقائمه عامه. القائمه اللي تضم مجموعه من الاسلاميين ومجموعه من الرموز السياسيه من